عودوا مرة أخرى إلى سؤالي لك والخاص بفريق ترامب. بعض وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت بأن فريق ترامب أحجم عن التوقيع على بعض الوثائق الخاصة في البيت الأبيض، فما الملاحظة التي أبداها فريق ترامب في هذا الشأن؟ The question for Mr. Rogers. Biden was what we are famous for. أعتقد أن ما نشتهر به وهو تحول سلمي كامل للسلطة، ولكن ترامب لديه السبب ليكون حذر في هذا السياق، حذر للغاية بشأن هذا التحول، لأننا كما تذكرنا في 2013 دعاه أوباما إلى البيت الأبيض، وكان هذا التحول سلس للغاية قبل حتى أسبوع، ثم بدأت هذه الادعاءات بشأن روسيا وهيلاري كلينتون، والأمر قد هذه الادعاءات التي كانت ستصل إلى 3 سنوات من التحقيقات، ومن ثم كانت هي وسيلة أو حيلة من قبل الديمقراطيين، وكان أوباما جزءا منها، لذلك هو لديه سبب لأن يكون حذرا، لأنه يخشى أي نوع من الحيل التي يمكن أن تظهر أمامه، ربما يكون هناك نوعا من الصداقة والمشاعر الجيدة التي تظهر، ولكن في النهاية يجب أن تكون حذرا، لأنك لا تعرف أبدا ما الذي سيحاولون أن يقومون بشأنه لأجلك. أعتقد ستكون خطأ بالنسبة للديمقراطيين أن يلاحقوه قضائيا أو بأي شكل من الأشكال، إنه رئيس المنتخب، وهذا واجب على الديمقراطيين أن يحترموا هذه الإرادة. لقد جاء الشعب بتصويت لصالح ترامب، لأن يؤمنون بأن هذا الشخص قادر على إصلاح الوضع في أمريكا، ولكن الناس في واشنطن يميلون بشكل كبير ناحية الديمقراطيين. إذا آمنت الأمة بشأن ترامب، يجب أن يحترم هذا الجميع. إن الرئيس ترامب مر ذهب إلى أكثر من 2005 مقاطعة داخل أمريكا، أكثر مما فعلت هاريس بكثير، فهو حريص للغاية على مصلحة الشعب الأمريكي، ولديه كل الحق، وأيضا لفريقه كل الحق من النظر في كل المسودات للتأكد من أن هذا الانتقال سيحدث بشكل سلس.